تعال نشوف الفكرة التانية، هل انت مع فكرة قدوم اصلا مدير فني لنادي الزمالك في نص الموسم؟ لا خالص على الاطلاق. طيب تعال نشوف فكرة قدوم كارتيرون نفسها ونحللها من النواحي الفنية والنواحي النفسية. حط الفنية على جنب دلوقتي، خلينا نبتدي ايه النواحي النفسية والنواحي اللي ليها علاقة بالزمالك والحاجات اللي شبه كده. كارتيرون محدش انفرد في مصر كلها انفراد واضح وصريح على الهواء مباشرة بانه جابه على الهواء غير برنامج جمهور التالتة والعبد الفقير الى الله، واجريت معاه حوار سألته فيه آخر سؤال وكان سؤالا صادما ولكنه مهما. جماهير الزمالك تعاملت معاك على أن أنت خنت العهد اللي بينك وما بينهم وكانت تأمل في استمرارك لأنك حققت نتائج إيجابية والفرقة كانت داخلة على ما قبل نهائي بطولة إفريقيا. أنا اللي سألت السؤال ده وكان سؤالا صادما بالمناسبة، والراجل رد قال أنا يعني ما بحبش جمهور الزمالك يزعل، ورد لطيف كلم حتى عن علاقته بالمجلس السابق أنه كانت علاقة كويسة. تمام كده، تمام كده. نناقش بقى فكرة عودة باتشيكو. أنا اللي هو أنا كارتيرون، عفوا عودة كارتيرون، أنا اللي هو أنا مش حد تاني فمش هكذب عليك، ولو أنا قلت حاجة تانية غير كده أبقى أنا راجل كذاب. طلعت على الهوا هنا لما رحل كارتيرون وقلت لك هذا الرجل خان العهد، هذا الرجل خان الزمالك. البعض يرى انه مش خيانة انك تعاملت بكلمة قوية، قالك لا ده مش خيانة ده فسخ تعاقد. يعني ايه فسخ تعاقد؟ يعني انا كنت متعاقد في تعاقد بيني وبينك وانا فسخته، هقبل بده، هقبل بده، انا فسخت عقدي معاك لاسباب ليها علاقة بان انا مش مرتاح وعايز امشي. وهو الراجل قال كده بدون ابداء اسباب تانية خالص، وبالعكس اتكلم على امير مرتضى كويس. طيب يعني راجل سابك قبل نهائي بطولة افريقيا، سابك قبل نهائي بطولة افريقيا وفسخ العقد بتاعه ومشي، وانت كجمهور متعلق بيه ماليش دعوه بمشاكله مع الادارة. وهو بالمناسبة لما مشي كان في مشاكل في الكواليس اتقالت لها علاقة بالمستحقات بتاعت اللعيبة، فهو الموضوع مضايقه في حاجات شبه كده، فهو مشي عشان السبب ده من الاسباب دي يعني. فإذا كان هو أولاً الرجل ده مشي لأسباب ليها علاقة بكده، فهو جاي ليه أصلاً؟ لأنه الزمالك لو كنا بنتكلم على وضعية مادية فالزمالك ما زال بيمر بمشكلة مادية أكبر كمان من اللي كانت قبل كده. فده سؤال، هو جاي إزاي أصلاً؟ هو أصلاً في مشكلة مادية. طيب السؤال التاني، أنا جايب كارتيرون تحديداً ليه؟ هل أنا بأسس لمبدأ جديد انه مفيش مبدا؟ هل باسس لمبدا انه راجل سابني، راجل سابني قبل البطوله الافريقيه عشان شرط جزائي، فانا بجايبه تاني وبقول له تعالى امسك فرقه الزمالك تاني بكافئه؟ هل بقول له انت اللي عملته ده كان كويس قوي فاحنا محتاجينك تيجي تاني؟ طب السؤال التالت، انا بس بطرح اسئله اهو، هل انا لما بحط شرط جزائي في عقد الراجل الشرط ده 150,000 دولار، هل انا متوقع من الراجل ده نفسه اللي فسخ العقد قبل كده لظروف فلنفترض ان هي ظروف تخصه، هل انا امن ان الراجل ده يجي تاني يديني يقول لي 150,000 دولار اهو سلام عليكم؟ انا بعمل ايه؟ انا بعيد دايره تانيه؟ بكرر نفس الموضوع بالظبط؟ طب انا كنت بلوم على اللي قبل كده ليه؟ طب انا كنت بغلطهم ليه؟ بكرر نفس الموضوع، بحط شرط جزائي برضه صغير هيدفعه الراجل هيمشي في اي وقت. طب فلنفترض جالك بعد شهر، بعد اتنين، بعد تلاته، جاله اوفر احسن، بلاش جاله اوفر احسن، زهق من الشغل قال لك انا ماشي حط لك ال 150 ومشي، ايه؟ انت ايه؟ طب الجمهور هيبقى بيتعامل ازاي؟ خد بالك انت عندك جمهور في الاخر، ودي نقطه محدش هيقولها لك لان هي نقطه نفسيه جدا، نقطه نفسيه قد كده. انت عندك جمهور في الاخر عايز يدعم فرقته، عايز يدعم مدير الفني، عايز يقف وراهم، فانت يعني هتقولها له ازاي؟ ما هو نفسه الفكره اللي انت رايح تتبعها هو لا عايز ادعم، هو عايز يدعم النادي وعايز يدعم الفرقه، بس هيعملها ازاي؟
ما هو نفسه قال على الراجل ده انه خاني ومشي. هل هو نفسه هيناقض نفسه وخلاص انا هدعمك؟ هدعم المدير الفني ده؟ دي اسئله. نفسيه الجمهور ايه؟ انا اول مره مثلا اشوف مدير فني يمشي بدون ضغط جماهيري. يعني باتشيكو ده مشي والجماهير مش ضغط، ده الجماهير عايزه ان باتشيكو يقعد. واول مره اشوف مدير فني جاي والجماهير مش عايزاه تيجي. يعني الحالتين هما الاغرب، هما الاغرب بالنسبه لي. يعني دايما بشوف حالات ايه، مدير فني مشي عشان الدنيا زي ما فمشوه، فماشي تعدي موجة عالية قوي قوي وراجل خسران كتير ومدير فني جاي تاني عشان عنده شعبيه بنت لذينه جباره جارفه، فجاي علشان الراجل ده هو. لكنه لا الاولى ماشيه ولا التانية راكبه. فتيجي تبص تلاقي نفسك امام مشهد ملتبس على الصعيد الجماهيري وعلى الصعيد الاعلامي. بس الحقيقه ما عنديش حاجه املكها غير ان انا اقول لك الصدق، اللي بيحصل ده غلط. طب السؤال المهم، ما هو انت عارف موقفي من اللجنه اللي موجوده من اول يوم على اختلاف الاسماء اللي موجوده فيها، وصولا الى السيد المحترم اللواء عماد عبد العزيز. هو راجل شخصيه محترمه جدا، حصل ما بيني وما بينه قبل كده، شرفت ان حصل ما بيني وما بينه قبل كده اكتر من مكالمه هاتفيه. شخصيه محترمه جدا، وشخصيه وطنيه عظيمه. لكن هو السؤال اللي بيطرح نفسه، وانا دائما ادعم مجلس الاداره وادعم اللجنه الحاليه لان بشتغل في ظروف صعبه، ودائما ما اتحدث عن هذه الامور يعني. ولكن ما يمنعش الامر ان احنا نختلف، لانه التراك ده انا شايفه غلط. التراك ده مش صحيح، مش هوصلك للنقطه اللي انت عايزها. الطريق ده مش صح، لكن اقدرك جدا وبحترمك جدا، مختلف معاك في وجهه نظر تخص الموضوع ده. الموضوع ده مش سهل، بس يخص الموضوع ده. دعمتك في ملفات كتير، وقفت هنا في نفس المكان ده وكانت الموجة عالية، ودعمتك في ملفات كتير. ليه؟ لأن كنت شايف إن هو ده الحق. أنا هدعمك عشان هو ده الحق. هفقد احترامي لنفسي لو أنا النهاردة طلعت قلت حاجة تانية غير كده. يعني ما هو المواضيع باينة. طيب، هل الكلام ده معناه إنه كارتيرون مدير فني وحش؟ لا، يبقى راجل برضه كذاب، لأن أنا هو نفس الشخص اللي كنت بشيد بكارتيرون فني، مدير فني كويس جدا. مدير فني كويس جدا، فنيا قوي جدا. مباراه اللي بيلعبها، المباريات الكبيره تحديدا، هو الراجل بيليد فيها، بيسوق كويس، بيلعب ماتشات كويسه وعنده افكاره. فمدير فني فنيا كويس جدا. لكن الدايره اللي انا بتكلم فيها مع حضرتك دي بعده التساؤلات دي هي اللي دايما تخليك تقف. ليه الاولاني مشي؟ وليه التاني ده تحديدا جه؟ والفكره اللي بقولها لك ديت هتفضل تتوارثها الاجيال. اوعى تفتكر ان الجمهور بينسى، واوعى تفتكر ان الجمهور ما بياخدش باله. عندك 2 مديرين فنيين، ويشهد ربنا بعد ربنا اليوتيوب وحضراتكم. باتشيكو اول لما طرح الاسم طلعت على الهواء قلت الاداره اللي فاتت كانت بتقول عليه هربان، طب هترجعه ازاي؟ فلسعة صدر من كان مسؤولا ساعتها اللي هو كان امير مرتضى دخل معايا على الهواء. طيب أمير، يعني كيف لرجل قالت عنه الإدارة أنه رحل أو هرب بمعنى أصح وهارب رجع تاني؟ قال لي ده حصل، بس احنا في النهاية مصلحة نادي الزمالك، وكل موقف انت شايفه صعب جدا، الراجل مشي وكنا بندور في دايرة معينة. الدايرة دي ليها علاقة بأنه لازم يرجع واحد كان ايده في المكان، واحنا حاولنا مع جروس، حاولنا مع فريرة، وبالتالي ما كانش قدامنا غير اختيار باتشيكو في الوقت الراهن اللي لازم يبقى موجود، وعلشان. انا مختلف، بس هي دي وجهة النظر سمعناها وجم على الهوى وقالوا وجهة نظرهم، بس انا مختلف. طيب الموضوع بيتكرر للمرة التانية بنمط مختلف مع نفس المدير الفني اللي يدوب بس اخذ المحطة طلع لحد التعاون ورجع تاني على طول، عمل كده بالظبط. فلما الموضوع بيتكرر تاني الجماهير هيجي عليك وقت هتبقى في موقف محرج جدا، موقف محرج جدا. هتيجي لما تقول على حد ما ينفعش يرجع لانه ما اشترانيش من الاول، او لانه سابني ولا ما ينفعش يرجع، تطلع الناس تقول لك ازاي يعني انت ممشيها، ما اللي قبلك مشى وجاب، وانت دلوقتي بتمشي وتجيب، ولا هيجي بعدك هيعمل نفس القصه. فما اتكلم على سياسه
الاسم اللي ملهاش علاقه باي اداره. تفاصيل اهي، ها بكلم معاك في تفاصيل سياسه الاسم اللي ملهاش علاقه بالاداره. اي اداره بتقضي مدتها وترحل، لكنه في النهايه الاسم نفسه، سياسه الاسم، هل هي مستمره ولا اتغيرت؟ فلما تيجي تقول ايه، هناك تغييرات، اللي بيمشي بيرجع، عارف ده هيفتح قدامك باب ايه، دي اخر كلمه هتكلمها، بيفتح قدامك باب انه اي حد، وسجلوها عليا، اي حد في اي وقت هيجيله فرصه احسن، هيزق منك، هيعمل اي حاجه، هيدفع الشرط الجزائي ويمشي وهو مطمن انه الزمن دوار وهيرجع تاني. ده الزمالك، والزمالك كبير قوي. انا اتكلمت بوجهه نظري وبصدق وبامانه، قد اكون مخطئا، قد اكون مصيبا، ولكن ده ما يمنعش ان انا احب اسمع دايما وجهات النظر، انه هذا البرنامج ليس قائما على وجهه نظري، هو برنامج للناس زي ما هو اسمه كده، جمهور الثالثه، وايضا لكل المسؤولين في الانديه.